oxidation reduction titration redox titration وهي إحدى طرق التيتريشن الفوليمتريك أناليسيز وهي إيجاد حجم مادة معلومة التركيز من أجل إيجاد تركيز الأنالايت. Oxidation Reduction Titration تختلف عن الأسيد بيس تيتريشن والبريسبيتيشن تيتريشن لأنه بهذه الطريقة يحدث تفاعل أكسدة واختزال بين الأنالايت والستاندر سولوشن أي المادة اللي أريد أن أوجد تركيزها مع الستاندر سوليوشن المعلوم التركيز، وبالتالي هذا التفاعل يحدث داخل الكونيكال بعد أن أضيف المادة من السحاحة من البيوريت على الكونيكال. Chemical reaction in which a transfer of electrons occur are known as oxidation reduction or redox reaction. هذا الأكسيديشن يتضمن فقدان الإلكترونات، أما الريدكشن هو gain of electrons، يعني في حال أني استخدمت الأنالايت موجودة بالكونيكال مادة لها القدرة على gain of electrons، لازم شو تكون الستاندر سوليوشن لها القدرة على lose of electrons، والعكس صحيح. In any oxidation reduction reactions the number of electrons lost by the one substance is equal to the number gained by the other. في الأكسدة والاختزال عدد الإلكترونات المفقودة مساوية لعدد الإلكترونات المكتسبة في أي مادة. والأكسيدايزنج agent readily gain electron lost by reducing agent. إحنا نعرف هذا إنه العامل المؤكسد يكتسب الإلكترونات اللي فقدها منه العامل المختزل. Preparation and standardization of 0.1 normally KMnO4. هاي العملية هي عملية standardization الKMnO4. خلينا نشوف ليش نسوي لها standardization. هذا يدل على إنه الKMnO4 ليست primary standard solution، وبما إنه هو عامل مؤكسد قوي جدا نستخدمه في عمليات الأكسدة والاختزال بشكل كبير. Solution of permanganate ion is strong oxidizing agent. In acidic media, it uses as an analytical reagent in titration reaction. التفاعل مالته اللي يحدث هو KMnO4 تكتسب 5 electrons، يعني بعد أن كانت موجب 7 يصير الMn موجب 2 بعد أن اكتسب 5 electrons وحرر H2O. طبعا هذا التفاعل يدل على أنه هو oxidizing agent، أي لازم الأنالايت مالتي عندي reducing agent حتى أقدر أستخدم KMnO4 standard solution. A useful property of a potassium solution is its intense purple color. شدة اللونية البربل الخاص بالKMnO4 من الأمور المفيدة. ليش؟ Which is sufficient to serve as an indicator. يعتبر هو standard solution نستخدمه أيضا في نفس الوقت كindicator يسمى self indicator for most titrations. لذلك KMnO4 هو standard solution في حال سوينا له standardization، لكن إذا ما سوينا له standardization ما يعتبر standard solution، لكن في حال سويت standardization يكون standard solution من النوع secondary وليس primary. KMnO4 محاليلها المائية تكون غير مستقرة، يعني شلون غير مستقرة؟ بسبب water oxidation، وحسب المعادلة التالية KMnO4 مع الماء يعطيني MnO2 كراسب صلب داخل السولوشن. إذا بهاي الحالة أكيد الconcentration إلى تغير لأنه جزء من عنده تحول إلى MnO2. أيضا هو catalyzed by light وby heat وby bases أيضا، وبالذات لأنه يتأثر بالضوء لازم أخذنا dark container، يعني حاوية معتمم حتى لا يوصل للضوء. وهذا كله يسبب في تكوين أكسيد المنغنيز MnO2 كمادة صلبة كراسب داخل السولوشن. لهذا السبب هي ما تعتبر مادة قياسية primary نهائيا، ولهذا يجب أن أقوم بعملية standardization إلها قبل أي عملية titration، يعني قبل أن أستخدمها كstandard solution من النوع second. اتفقنا أنه أني لازم أسوي لها standardization. ليش؟ لأنه هي مادة غير مستقرة تتأثر بالعوامل المحيطة بها وتسبب في تكوين MnO2 كراسب، وبالتالي تركيزها يحيتغير. لذلك يجب أن أعمل لها standardization
حتى أتأكد من تركيزها المضبوط. لكن قبل هذه العملية، قبل standardization، before standardization of KMnO4، removal of manganese dioxide، لازم أزيل هذا المنغنيز دايوكسيد المترسب. شلون أزيله؟ عن طريق الفلتريشن by glass wool. أستخدم الجلاس وول في عملية الفلترة للكي من أو فور. زين، لماذا الجلاس وول، الصوف الزجاجي، ليش أستخدمه؟ طبعا هو مادة مسرطنة. أستخدمه لأنه الفلتر بيبر cannot be used for filtrating because البرمنجنات ion reacts with it to form additional manganese dioxide. لأنه تفاعل العنصر البرمنجنات، لأن هذا البرمنجنات الكي من أو فور يتفاعل مع ورقة الترشيح نفسها، وبالتالي يسبب هذا التفاعل. أنا أريد أتخلص من عملية الترشيح، أتخلص من الـ MnO2. إذا أنا رشحتها بالترشيح يتفاعل معها ويكون لي زيادة من الـ MnO2، بينما أنا هو أريد أتخلص من عنده، فهذه ما تفيد الطريقة، لازم أستخدم الجلاس ووم. Solution of permanganate ion is heated. قبل هاي العملية لازم أسخنه لفترة معينة وبعد ذلك أفلتر. وصلنا إلى مرحلة preparation and standardization of 0.1 normally of KMnO4. أريد أستخدم KMnO4 في عملية titration ولازم أعتبرها standard solution من النوع secondary. لكن قبل هذا، حتى أعتبرها standard solution، لازم أقوم بعملية standardization إلها. قبل standardization أحاول أفلترها باستخدام الجلاس وول، أتخلص من الـ MnO2 المترسب، وبعد ذلك أملأ السحاحة بالKMnO4 وأضيف 20 ml of 0.1 normally oxalic acid solution بالكونيكال، وأضيف له 10 ml of H2SO4. عرفنا ليش أنا أضيف الـ H2SO4، لأنه يزيد لي من القوة التأكسدية للKMnO4، لأنه يعتبر oxidizing agent، لكن وجود الحامض يزيد من هذه الصفة. أسخن أسخن إلى 65 درجة وبعد ذلك أسحح مقابل KMnO4 إلى أن ينطيني لون الواضح اللي يكون pink color، لون البرمنجنات البربل أو البينك، لون فاتح جدا. بهاي المرحلة لحد الآن أنا ما ضفت أي indicator، مع أنه لازم أضيف indicator. ليش ما ضفت انديكيتر؟ لأن مثل ما قلنا KMnO4 تعتبر سيلف انديكيتر، هي بسبب الشدة اللونية اللي تتميز بها، وبالتالي الزيادة من KMnO4 النازلة من السحاحة، أي نقطة نازلة ما يحتلق المادة مالتي، يحتغير لي لون الكونيكال، وبالتالي تعطيني إشارة أنه أنا لازم أوقف التايتريشن. Thank you.